على برميل من البارود ترقد فلسطين المحتلة، وفي يومها التاسع تتصاعد دائرة الهبة الجماهيرية تتمثل هنا على أرض المعركة بمواجهات دامية بين الفلسطينيين الثائرين وجيش الاحتلال. حصلت هذه المواجهات أكثر من 1800 جريح وثمانية شهداء، والعدد آخذ بالتزايد بفعل استخدام المحتل للذخيرة الحية والقنص المباشر. نتوحد بالدم والكفاح والمقاومة ضد الاحتلال، هذا النهج الذي انتظره الشعب الفلسطيني، هذا النهج الذي يقوده اليوم جيل ما بعد أوسلو من أجل التغيير ومن أجل إنهاء الظلم عن الشعب الفلسطيني. يتعاظم غضب الفلسطينيين فخرجوا بمسيرات حاشدة، مؤكدين بأن الاحتلال لن ينجح في إخماد فتيل مقاومتهم الشعبية لدرء مخططاته الاستعمارية عن ديارهم. أنا موجود هون لأن كل الشباب اللي استشهدوا إحنا مش أحسن منهم، إحنا زينا زيهم، جايين ندافع عن أرضنا وعن القدس اللي احتلوها اليهود. وفي القدس المحتلة جوهر الصراع مع المحتل. افترش آلاف من المصلين الشوارع والأزقة المفضية للحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الجمعة بفعل إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى، فيما طوقته بالحواجز العسكرية وفرضت طوقا أمنيا في أرجاء المدينة. هذا يعني أن ثلثي الشعب الفلسطيني لا يتمكن من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ولذلك هذه إجراءات مرفوضة جملة وتفصيلا. المسجد الأقصى مسجد إسلامي. قوافل الشهداء تتوالى تباعا، فعلى وقع هتافات مواصلة النضال شيع آلاف الفلسطينيين الشهيد مهند الحلبي بمدينة البير المحتلة وسط توعد من حكومة الاحتلال بقمع هذه المواجهات. على شفا حفرة من نار تقف الأرض المحتلة، فأسباب الانتفاض كثيرة، لتنطلق يد المقاومة المشروعة كقنبلة موقوتة لا تقبل المساس بفلسطين ومقدساتها. لقناة الشارقة الفضائية أمال مرار، رام الله المحتلة.